مما لا شك فيه أن مصر خلال المرحلة الراهنة بتولي اهتمام خاص لقطاع الصناعة والتجارة. معدلات النمو المرتقبة تضع في اعتبارها حراك غير مسبوق في هذا القطاع، ونحن نعلم جميعا أن اقتصاديات الدول والاستثمار الحقيقي عندما نتحدث عنه فنحن نتحدث عن تجارة وصناعة منضبطة في أي دولة من الدول. في هذا اللقاء نلتقي بالمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة في لقاء نتحدث فيه عن كافة الملفات التي تتعلق بملف الصناعة والتجارة في مصر. نرحب بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم. الحقيقة أنا هبدأ أول سؤال مع حضرتك بمشاركة قطاع الصناعة والتجارة في إجمالي الناتج القومي اللي هو دلوقتي 18% تقريبا، والخطة اللي حطها الوزارة 2020 أنها تقفز بهذه النسبة إلى ما يتجاوز 21%. إيه مجموعة يعني العمليات أو مجموعة الإجراءات اللي هتتخذها الوزارة للوصول أو لتحقيق معدل النمو؟ تمام، خليني أقول لحضرتك بس هي النقطة جاية منين؟ إنه لما نبص نشوف إنه عوامل أو الإيليمنتس بتاعة الناتج القومي لأن معظمها وصل للسقف، سواء الناتج البترولية، السياحة، قناة السويس. فلو أنت عايزة ترفعي فما عندكيش محددات أو مفاتيح تشتغلي عليها اللي هو مفتاح بتاع الصناعة واللي بيؤدي بعد كده للتجارة، لأنه أنت طبعا بتتاجري في موادك الخام أو المصنعات يعني. وعشان كده كان العوامل أو البارامترز أو اللي هي الصناعية هي المفاتيح اللي نقدر فاضل فيها لسه مساحة نشتغل فيها كدولة. علشان نقدر نتكلم في ان احنا نرفع الناتج القومي بان احنا بنشتغل على عوامل ومفاتيح الصناعة، يبقى لازم نركز على الصناعات اللي بتدي قيمة مضافة. بمعنى ان انا مش بس بهتم ان اصنعه خلاص، انما الصناعة اللي فيها القيمة المضافة أو المعامل نقول الوطني. بمعنى إن أنا لو بطلع منتج، المنتج ده في بيقيم بجزء فيه عملة مصرية وبيقيم بجزء فيه عملة أجنبية، يعني قصدي مكونات إنتاجه أو مدخلات عناصر إنتاجه مستوردة، في طبعا لازم يبقى جزء مستورد، لازم يكون العنصر الوطني أعلى كتير من العنصر المستورد. من العنصر المستورد، وإلا ما عملتش حاجة. صحيح. مش كده؟ صحيح. يبقى أنا اللي استوردته هو اللي صنعته. يبقى ما عملتش حاجة. وبالتالي الحقيقة سياستنا وفلسفتنا قايمة على حاجتين مرتبطين ببعض. الحاجة الأولانية إن أنا أحدد أنا بعرف أعمل إيه، يعني عندي فيه قيمة مضافة عالية. والحاجة التانية لو أنا بتكلم على صادرات أروح فين؟ اللي هي الأسواق الأكثر استيعاباً لصناعتي، وبالتالي نقدر نركز ونقدر نبقى حاطين أهداف، سواء أنا عندي إيه هي قوائم الصناعات اللي فيها قيمة مضافة نشتغل عليها، والأسواق اللي بتستوعب أكثر استيعابا لمنتجاتي واشتغل عليها تصديريا. ده الفلسفة العامة اللي بعد كده بتفرع منها كل الخطط وكل التحركات. يعني حققنا قد ايه منها لحد دلوقتي يا فندم؟ يعني حضرتك دلوقتي في مرحله الاناليسز مثلا بتاعه السوق، ولا حضرتك بتشغل ان بارلل اناليسز وبتاخد خطوات في تنشيط؟ تمام. لا هقول لحضرتك بالنسبه للاسواق سهله لان هم 3 4 اسواق اقليميه، فدي تقريبا يعني حددناها وابتدينا كمان خطوات الوصول لها بقوه وتحتيها شويه اجراءات وهرجع لها تاني. بالنسبه للمنتجات أو الصناعات اللي فيها قيمة مضافة عالية، طبعا احنا عندنا القطاعات ودي واضحة، زي مثلا قطاعات المواد الكيميائية، قطاعات مواد البناء، الصناعات التحويلية اللي هي الصناعات الغذائية إلى آخره. يعني جوه القطاعات دي في بقى شعب وفي منتجات، يعني يجوز مثلا في منتج صناعات كيميائية بيبقى واحد بيدي قيمة مضافة عالية والتاني أقل. طبعا في فرق عمل بحثية شغاله في القصه دي جامد، لان احنا يعني احنا لو قلنا مثلا عندنا 12 13 قطاع، جوه القطاع في شعب وفي جوه الشعب منتجات، فاحنا عاملين فرق بحثيه زي ما حضرتك بتقولي للتحليل البيانات والاناليسز، ونقدر ان احنا نحسب
يعني بقدر الامكان جوه كل منتج او قطاع القيم المضافه بتاعته عامله ازاي. ده شغال فيها الحقيقه بعمق قوي معايا فرق كتيره من تحديث الصناعه. ان حتى النهارده مفهوم تحديث الصناعه في العالم يعني اتغير اختلف يعني تماما. طبعا يعني طبعا. لو انت عايزه تشوفي صناعه ويعني مش بتكلم عن الصناعات المعقده قوي بس الصناعات العاديه انت تقدري تجيبيها من على جوجل مش محتاجه يعني تعملي لوت اوف ار ان دي او يعني ابحاث تطوير وتنميه. فالحقيقه الناس شغاله بقوه جدا هنحاول نحدد القطاعات ونحدد جوه القطاعات الصناعات والصناعات المكمله الى اخره. طيب لو يعني في تصريح بيتردد انه المصانع الموجوده ما بتشتغلش بكامل طاقتها عندها مشاكل كتيره، فموقف هذه المصانع ايه؟ يعني احنا مصانع لما بنلتقي مع مصنعين نسب التشغيل ما بتزيدش عن 60% 50% من اجمالي الطاقات. صحيح. ايه خطه الوزاره للتعامل مع هذه المشاكل؟ طيب خلينا نعرف بس هو ايه السبب. تمام اكيد. طيب احنا هنقسم المصانع لجزئين مش متساويين الحمد لله. جزء هنستبعده دلوقتي لان ده له علاج قاسي اللي هو ما يسمى المصانع المتعثره. ده ملوش دعوه بالطاقه، ده هو عنده مشاكل اصلا تمويليه بقى ممكن يكون خطا في ان هو اشتغل في صناعه. خدي بالك دي كتير جدا ملهاش القيمه المضافه العاليه او ملهاش جزء تنافسي. وغالبا في ناس كتير قوي حد كان بيعمل في الخارج عمل حصيله مدخرات، حد قال له فكره مصنع عمله ومش خبرته ما عملش الجدول اللازمه فبيكتشف الكلام ده بعد ما يشتغل فبيتعصب. صحيح ده حقيقي. ده مثلا وده كتير الراجل جاي من الصناعه مش كده؟ ده حقيقي. طيب النهارده هو لو فضل مكمل في نفس النشاط ده واقلتيه من عثرته بدعم مادي بدعم بنكي الى اخره ما هيقع تاني. فدول هنحطهم على جنب لان يعني دي عايزه موضوع خاص وموضوع مهم لان في النهايه دي مصانع ودي ماكينات ودي يعني اقتصاد واقف يعني بس له علاجه يعني اللي لوحده. سؤال حضرتك على المصانع اللي فيها vacant capacity yes. او شغاله بطاقه بتنتج بطاقه اقل مش طاقتها القصوى. تمام. حضرتك بتقولي 50% طبعا بس انا عايز اقول لك انا كنت جايه من صناعه ناجحه جدا وبنصدر بقوه جدا وكان مصنعنا الطاقه الانتاجيه او الانتاج الفعلي قصاد الطاقه ممكن مثلا 40%. ومصنع ناجح ويعني طبعا هو ممكن يبقى يعني صحي اكتر ويتنفس بقوه اكتر لو وصل للطاقه. هي دي الحاج بقى شغالين عليها. ايه بقى المعوقات دي؟ هي مش معوقات، هو بيبقى امتى ان هو لما بدا التصنيع البروجكت او البروجكت كان السوق ساعتها يعني طبعا فلارشت اكتر من دلوقتي. بالظبط بيتقبل وفلارشت ويعني يعني نقول نامي اكتر. وخصوصا تلاقي الكلام ده ظهر من قبل 2010 او حتى قبل 2009 لانه احنا تاثرنا بعده حاجات منها حاجات يعني وطنيه حاجات داخليه وحاجات خارجيه. وفي 2008 2009 حصل الازمه الماليه العالميه وبالتالي نتيجه الازمه دي دخل معانا منافسين بشراسه في المناطق الاقليميه بتاعتنا اللي احنا بنصدر لها وتحديدا الصين والهند وبالتالي اثروا على الاسواق دي حتى في الناتج او يعني في الصناعات اللي ما بتصدرش ما هو داخل له برضه من بره باسعار قويه. طبعا يعني حصل محاوله السيطره في حدود الاتفاقيات الدوليه علشان برضه ما نتعرضش لان ما تقدريش ان انت تقفلي اسواقك لانك لو قفلتي اسواقك هتقفل عليك اسواق ثانيه. ففي حدود يعني ما هو متاح وهو ممكن ومسموح به في الاتفاقيات تم محاوله السيطره لكن ستيل برضو سبب الأزمات دي فالمصانع طبعا بالتالي حصل إنها مش قادرة تستوعب طاقتها اللي كانت شغالة بيها قبل مثلا 2008 2009 2010. في بعض مصانع تعرف حاجة احنا كنا طالعين جامد جدا في 2005 6 7 8 حتى 10 كانت الدنيا بتقع واحنا الحمد لله مكملين طالعين يعني. فحصل نعرف العديد من الحالات يعني هو أول ما بيوصل للطاقة القصوى صناعيا لازم يبتدي يزود خطوط انتاجه. فهو زود خطوط انتاجه راحت الدنيا واقعه. لكن برضه احنا بنتكلم على مصانع هيلسي ما عندهاش مشاكل لكن هو تحت الكباس. طب الحلول ايه بقى؟ طبعا في حل ان احنا نحاول نساعده انه يسوق.
لكن الحقيقه اكيد هو اخضر حد سواق لنفسه يعني طبعًا. فاكيد هو استنفذ كل السبل يعني طبعًا. لكن برضه ممكن ان احنا بنفتح بنساعد بطريقه غير مباشره في الصادرات في يعني الخطط بتاعتنا. لكن في حل تاني انه في حضرتك معروف انه في مجال الصناعه حاجه اسمها البراون فيلد والجرين فيلد. الجرين فيلد اللي بيعمل مصنع جديد، البراون فيلد ده هو بيصنع عند الغير في طاقه انتاجيه غير مستغله. ودي الحقيقه اللي بنحاول نركز عليها، احنا عندنا طلبات كتير جدا الناس عايزه تصنع. ببتدي اعرض عليه، طب ما تبتدي في براون فيلد، ابتدي صنع عند الغير. اولا هتصنع بكره وهتنتج بكره. طبعا. وفي نفس الوقت حتى انت لو قلقان انك فانت بتخفف الضغط. انت مسنود على اكسبيرينس موجوده. لا وماكينات، فانت بتخفف الضغط على استثماراتك. طبعا. والله الدنيا مشيت معاك او حتى الى ان ممكن حد يعني قوي ماليا وعامل دراسات الجدوى بتاعته وعارف، طب ابتدي صنع في البراون فيلد وانت ماشي بتبني مصنعك. مصنعك ياخد له مثلا سنتين وانت بتبني، طب ما استغل الفتره دي ان انت تنتج، على الاقل تكتسب خبرات السوق الى اخره. فده من ناحيه اللي عايز، من ناحيه تانية طب مين بقى مستعد يتيح الطاقه الانتاجيه بتاعته للغير؟ والثقافة دي عندنا مش موجودة. مش موجودة. تمام؟ فبنحاول نتعلم مع بعض بس يعني. دايما زي ما بيقولوا كده المكسب والمصالح بتتصالح، فهو لو عنده كاباسيتي معطلة أتصور إنه مع ضمانات وأشكال تشريعية منضبطة في التعاملات في القصة دي أو شكل يتعمل جديد نتيلر شكل جديد أتصور إن هو ممكن يبقى حل رائع جدا. هو حاجة في البراون فيلد صعب تعمله تشريعات، الموضوع مش مستاهل يعني، تعاقدات منضبطة، انما بنحاول يعني ان احنا زي ما قلت نتكلم في الثقافة دي نعرفهم ايه، نتفاوض معهم. الراجل لما يجي لك وعايز يستغل ان هو تصنيع للغير ما تذبحوش في السعر لانه هيمشي طبعا. ولو انت وصلت لكل السبل وكان فعلا في محاولات جادة ان حد يستعمل الطاقة بتاعتك دي وانت مش عايز بقى لسبب يعني تعسفي، ما تجيش تطلب مني ساعتك. خلاص بقى يعني ده الحل المتاح حاليا. يعني مش حتى مش هقرب له بس قصدي طب انا اساعدك ازاي؟ يعني انت مش هتتقبل الحلول المتاحه. بالظبط.